ومعنا بروفيسور حسن لطفي، استاذ جراحه الاوعيه الدمويه جامعه اسكندريه. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. ايه راي حضرتك في مؤتمر اي ماك السنه دي؟ والله هو مؤتمر اي ماك السنه دي زي السنه اللي فاتت واللي قبليه بيتطور من سنه لسنه. يعني هو مهتم يمكن بجراحات الاورطه والتدخلات، العلاج بالقساطر والعلاج بالبالونات، وده فيلد بيزداد تطور كل سنه. فهو سنه عن سنه ما شاء الله بيتطور مع تطور العلم وتطور الطب. تمام. ايه راي حضرتك في التعاون الدولي والخبرات الدوليه الموجوده في المؤتمر السنه دي، ومن راي وجهه نظر حضرتك ازاي ده هيفيد المؤتمر؟ مش ناس كتير عندها فرصه انها تسافر تحضر مؤتمرات في الخارج، فعلشان يبقى في احتكاك للناس الخارجيه فهو فرصتهم في المؤتمرات، ان بدل ما انا اسافر كفرد واحد اسافر بره، انا بجيب فرد واحد بيفيد كذا واحد. يعني مؤتمر حضره 1000 واحد 2000 واحد، ممكن دكتور واحد يطلعني على الجديد في اوروبا او في امريكا، فحاجه من الحاجات اللي بتثري الطب يعني. تمام. ايه الجديد اللي حضرتك هتقدمه السنه دي في المؤتمر؟ المؤتمر التوبيك بتاعته او الجديد كله اللي احنا بنتكلم فيه هي تدخلات، او نقدر نقول محاوله تقليل التدخل الجراحي في علاج الاوعيه الدمويه. تمام. من ناحيه ان زي مثلا في الجراحه العامه المناظير دخلت في القصه دي، فبرضه تطور علاج الامراض الاورطه عن طريق الدعامات بتقلل فرصه الفتح، او بتقلل الفتح، بتقلل اقامه العيان في المستشفى او في العنايه المركزه. فدي التيمة بتاعة المؤتمر كلها، وكل الناس بتسيركيوليت الراوند القصة ديت. اوكي، في نهاية اللقاء بنشكر حضرتك جدا. شكرا. شكرا. شكرا جدا.